الريشة الفضائية، الريشة الفضائية مريحة والتقنية والمكاسب والمناطق الصحية في المستوى الواحد. وكنت بلغ كذلك حيث المزيد من الفائض لإعادة هيكل الشوارع والحديقة بـ40 مليون، وتكون الإنارة بـ11 مليون، كذلك تأهيل لابتريك بمليون جنيه، وأشغال تأهيل مجلس مدبر لمدينة الرباط بـ3 مليون جنيه. وهذا شيء كثير سيدة الرئيسة، وخدمت سيرة بحكمة اليوم وختاما أتمنى المجهودات المبذولة في إطار الرؤية والخطة التي رسمها المجلس الجماعي لتحسين وتشويه وضعية المداخل التنسيقية للمجلس الجماعي، وذلك من خلال المراجعة الشاملة للقرار الإجباري المستمر لمعالجة إجابة السنة المالية 2022. نعتبر هذا الفائض الحقيقي للجماعة إنجاز بالغ الأهمية تحقق رغم الظروف الاستثنائية الصعبة، وهذه مؤشرات إيجابية تدل على الحكمة والقدرة والرؤية السليمة في التسيير والتدبير، ومن الواجب أن تعتمد هذه الفرصة لتنمية وترقية الجهاز المسير للجماعة وقيادة السجل العموم والموظفين والسكوانين لتحقيق هذا الفائض الحقيقي إلا في إطار التكامل والتعاون القاصد بين المكونات المنسجم والمتجانس والتعاون والتكامل الجاد والمسؤول المنطقي والعقلية والمعنية الكبيرة والتشكيل المدروس للمصريين من مداخل الجماعة، لأن سلامة من المالية والميزانية الجماعة هي أهم مركز وأركان قوة المجلس للانخراط في صلب وأهداف النموذج التنموي الجديد. وهنا أقول على قدر أهل العزم تأتي العزائم، ولم يأتي هذا النجاح إلا من خلال انسجام ومناعة الفريق المغربي المسلم للجماعة التي تقوم بواجبها على أهل الوجه. كرات ندير اخ النوج ديال هذا رايح عاشق، شنو تيجي معاك
عمالة داخل مجلس عمالة في الرباط روينا رايضة. يعني المجتمع المدني هو كيدخل في الجلسة يعني في دار التسيير بيان زوج المعادلة لقتوز مباشرة معكم من المدينة الرباط. يعني كنشوف المجتمع المدني حتى هو دخل في الجلسة يعني الجلسة الجلسة سي 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 وتأكتفوا الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بالبريس وتبرتجيو مع صحابكم.